نشرة الأخبار من يو تي في ونتابع فيها. مصير الوجود العسكري في العراق يدرس في مناقشات موازية. الخارجية الأمريكية تعلق على نتائج قمة واشنطن وتجدد تأكيد انتقال المهمة مرهون بثلاثة عوامل. التأكيد يتجدد من بغداد على أهمية استكمال تشكيل حكومة مدينة التعايش. السوداني يناقش الأزمة مع أعضاء مجلس كركوك عن المكون العربي ويشدد على التوافق. أكد البيان المشترك لبغداد وواشنطن بشأن الحوار الأمني على الالتزام بتطوير القدرات الدفاعية العراقية وتعميق التعاون عبر مجموعة كاملة من القضايا لتعزيز مصلحة البلدين. وأشار البيان إلى الاتفاق على إصدار بيان آخر مفصل حول مستقبل مهام ووجود التحالف الدولي في العراق بعد فترة وجيزة من ختام عمل اللجنة العسكرية العليا، فيما لفت إلى مواصلة التشاور بشأن تعزيز التعاون الثنائي لضمان الهزيمة الدائمة لداعش. كما أكد الجانبان على أهمية استمرار بغداد في تقديم الدعم للتحالف الدولي، مشددا على أن البعثة الاستشارية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة. من جهتهم أكد الممثلون العراقيون التزامهم المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال إن تحديد مهمة التحالف في العراق يعتمد على ثلاثة عوامل، مشيرا إلى أن هناك مناقشات منفصلة مع بغداد بشأن الوجود الأمريكي في العراق. الاجتماعات التي عقدت في الأيام القليلة الماضية هنا في العاصمة حصلت تحت إطار حوار التعاون الأمني المشترك الذي أنشأناه مع العراق. أما مسألة الوجود العسكري الأمريكي في العراق فهي مسألة نناقشها معهم بشكل منفصل من خلال اللجنة العسكرية العليا، والحوار في هذه القضية لا يزال مستمرا. وكما قلت بالأمس عندما تلقيت سؤالا مماثلا، فالمباحثات مع الحكومة العراقية لتحديد المهمة العسكرية للتحالف وانتقال مراحلها يعتمد على العوامل التالية: التهديد الذي يشكله داعش، والمتطلبات العملياتية والميدانية، وقدرات قوات الأمن العراقية. إذن هذه المناقشات تجري في قناة منفصلة عن الاجتماعات التي جرت في واشنطن خلال اليومين الماضيين. الحوار الأمني بين العراق والولايات المتحدة وأبرز ما تضمنه البيان الختامي بشأن التحالف الدولي ومهامه والشراكة الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، نتابع تفاصيله في العرض التالي. الحوار الأمني بين بغداد وواشنطن خلص إلى جملة من التفاهمات تضمنها البيان المشترك بين الجانبين، واتفقا فيه على الالتزام بتطوير قدرات العراق الدفاعية وتعميق التعاون الثنائي في جميع المجالات، والتفاهم بشأن مرحلة جديدة من العلاقة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. كما ناقشا مجموعة من القضايا الأمنية الثنائية ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي وفي إطار الاعتراف بشراكة شاملة. ومن ضمن ما رشح عن البيان هو الحديث عن توسيع مشاركة العراق في التدريبات العسكرية الإقليمية التي تقودها القيادة المركزية الأمريكية، وتعزيز علاقات الجيش العراقي مع قيادات المكونات الخدمية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية. وقرر الجانبان البدء بالعمل على مذكرة تفاهم لتوفير إطار معزز للعلاقة الثنائية في السنوات القادمة ودعم لسيادة العراق وأمنه. أكد الوفدان أن البعثة الاستشارية موجودة بدعوة من الحكومة لتقديم الدعم في محاربة داعش وتطوير قوات الأمن التابعة للحكومة الاتحادية وكردستان. بالمقابل نقل الممثلون العراقيون حرص بغداد المطلق على حماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي. الحوار الأمني بين بغداد وواشنطن تضمن أيضا الإشارة إلى العلاقات القوية
بين البلدين التي بنيت على سنوات من الشراكة بحسب بيان البنتاغون، الذي أكد أن الاجتماعات التي استمرت يومين في العاصمة الأمريكية ركزت على كيفية انتهاء مهمة التحالف الدولي والانتقال إلى علاقة أمنية ثنائية دائمة بين العراق والولايات المتحدة. المحادثات بين بغداد وواشنطن بدأت في كانون الثاني الماضي بعد أقل من 24 ساعة على مقتل 3 جنود أمريكيين بهجوم على قاعدة البرج في الأردن. جرى الاتفاق فيه على تشكيل لجنة عسكرية مشتركة لمراجعة مهمة التحالف وإنهائها والانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية، وعقدت بعدها جولتان، الأولى في آذار والثانية في نيسان أثناء زيارة السودان لواشنطن، حيث أعلن العودة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة عام 2008 بين البلدين. أفرجت المحكمة الجنائية المركزية عن 4 أشخاص اعتقلوا بتهمة مهاجمة حقل كورمور الغازي في إقليم كردستان، وألغت المحكمة وفقا لوثيقة متداولة التهم الموجهة لعدم كفاية الأدلة، في حين قال قائم مقام شمشمال رمك رمضان إن التحقيق في الهجمات على كورمور كان قد أحيل إلى لجنة مشتركة من بغداد وإربيل وأنه ليس على علم بتفاصيل التحقيق. وكانت القوات الأمنية قد ألقت القبض على 11 شخصا بتهمة مهاجمة حقل كورمور في سليمانية. أكد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني أهمية استكمال تشكيل الحكومة المحلية في كركوك والتوافق بين ممثلي المكونات وضمان مشاركة الجميع بفاعلية وعدم تهميش أي مكون. وخلال استقباله أعضاء مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي، شدد السوداني على أن مجالس المحافظات والحكومات المحلية هي الجناح التنفيذي لإتمام مهام الحكومة، داعيا إلى تعاون جميع القوى في كركوك من أجل تحقيق تطلعات أهلها واستمرار الخطط الحكومية في الجوانب الخدمية والتنموية والاقتصادية. قال عضو مجلس محافظة نينوى أحمد العبد ربو إن قرار مجلس الدولة الأخير لم يؤيد جلسة مجلس نينوى بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية، بل أيد صلاحياته، مشيرا إلى أنه إذا مضى على نفس النهج سيؤثر سلبا على الموصل. الحقيقة قرار اللي صدر البارحة وجانا ننشر في مواقع التواصل الاجتماعي ما كان يأيد الجلسة، للمعلومة فقط هذه، لأنه الناس استغلوها وقالوا أيد الجلسة، جلسة مجلس محافظة. لا، اللي صدر البارحة كان يأيد صلاحيات المجلس اللي من ضمنها أنه إقالة رؤساء الوحدات الإدارية. موقفنا إذا كان ضمن القانون وضمن الضوابط وضمن التعليمات إحنا ما عندنا أي مشكلة، لكن إذا مضوا بتغيير الرؤساء أو مدراء الدوائر على نفس النهج الـ 14 وحدة إدارية فهذا أيضا كارثة، راح تكون كارثة أخرى تضاف لمجلس محافظة نينوى. قال وزير النفط حيان عبد الغني أنه ستتم إعادة النظر في تسعيرة البنزين المحسن في حال وصول العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي منه، مشيرا إلى أن معظم الكميات يتم استيرادها في الوقت الحالي. معظم البنزين المحسن احنا جاي نستورده من الخارج الان، هنالك دعم كبير من قبل وزاره النفط ومن قبل الحكومه لهذا المنتوج. ان شاء الله نامل اذا توصلنا الى مرحله الاكتفاء الذاتي ربما يتم النظر باعاده التسعير. هنالك خطه لوزاره النفط لبناء مصافي كثيره في محافظات الناصريه وفي محافظه السماوه وفي محافظه النجف، اضافه الى الان موجود عندنا مصفى اف سي سي، يعتبر من المشاريع الاستراتيجيه. تقدم العمل في هذا المشروع هو يعني تقدم جيد جدا وتجاوز المخطط له، نسبه الانجاز تجاوزت اكثر من 80% لحد الان. قال مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه ان ديون العراق بلغت 60 مليار دولار، وذكر صالح في تصريح صحفي ان الديون الخارجيه تتراوح بين 9 و10 مليارات دولار ويجب سدادها بحلول عام 2028 وفقا للجدول الزمني، فيما يبلغ الدين الداخلي للعراق نحو 50 مليار دولار، مشيرا إلى أن حجم الديون ليس كبيرا لأنه لا يصل إلى 60% من الناتج المحلي المسموح به.
قالت وزارة النقل إن ملف الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية سيتم تحديد رفعه أو استمراره خلال اجتماع الاتحاد الدولي للنقل الجوي في شهر كانون الأول المقبل. المتحدث باسم الوزارة ميثم عبد الصافي ذكر أن الاتحاد يعقد اجتماعه كل 6 أشهر لمناقشة ملفات الحظر ورفعها، ومن المقرر أن يكون ملف العراق ضمن أجندته، مؤكداً أن الوزارة حالياً تعمل في المرحلة الثانية من إجراءات تصحيح الأخطاء. من جانبه قال المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية مناف عبد المنعم إن عدد طائرات الشركة يبلغ 25 طائرة، وستضاف 5 طائرات هذا العام، فيما ستتم جدول 9 أخرى خلال العام المقبل. على الورق مدينة رياضية بسلسلة فنادق وملاعب وساحات وقاعات لمختلف الرياضات، وعلى الواقع ليست سوى مكب للنفايات. هذا هو حال مدينة واسط الرياضية التي أنفق على بنائها المليارات، لكن المنجز هو فقط جدار يتيم. مدينة رياضية في الكوت كان من المقرر أن تستضيف بطولات إقليمية ودولية، إذ إنها على الورق تحتوي على سلسلة فنادق وملاعب عديدة بسعة 55,000 متفرج، لكنها لم تستقبل سوى نفايات البلدية، فهذا الجدار هو البناء الوحيد الكامل من المشروع. تقول الحكومة المحلية أن الجدار المنجز للمشروع الوزاري بلغت تكلفته 4 مليارات دينار، وعلى الرغم من ذلك فإنها تحولت إلى ملفات الوزارة المعطلة ولم تستثمر إلا كمكب للنفايات قابعا في مركز الكوت. مع الأسف المدينة الرياضية التي تم تسييجها وكلف أكثر من 4 مليار دينار أكثر من 10 سنوات، وأصبحت مكب النفايات رغم أن هي الآن هي سنتر مركز الكوت والمحافظة واسط. تتجاوز مساحة المدينة الرياضية 138 دونما من أراضي ضفاف دجلة، ويرى متخصصون أن هذه المدينة من المفترض تحويلها إلى شركة أهلية بعد عجز الوزارة عن إتمامها. المفترض من الحكومة المحلية إذا عجزت السلطات عن إنشاء المدينة الرياضية إحالتها واقع حال بالمصاريف اللي موجودة بها إلى شركة أهلية لإتمام إنجازها لتوفير فرص عمل بالمحافظة ولتوفير بيئة رياضية آمنة بمحافظة واسط. 300 مليار دينار كانت قد خصصت لهذا المشروع، وبحسب مصادر فإن ما صرف منها قرابة 6 مليارات في وقت تنتظر فيه الأوساط الرياضية إكمال المشروع بأقرب وقت ممكن. من واسط حمزة الأسدي، UTV. ومن واسط أيضا قال مواطنون أن المدينة الرياضية التي أحيلت إلى وزارة الشباب والرياضة منذ أكثر من 10 سنوات تحولت إلى مكب للنفايات والسكن العشوائي، مؤكدين أنهم لم يتلقوا من الوزارة غير الوعود. هاي المدينة الرياضية حالوها عود يعني للوزارة، الوزارة ما شفنا من يمها شيء بس وعود، وعلى أساس أملوا الشباب على أساس تنس ومسابح وهواي رياضات، وبعدين كل شيء ماكو، هاي صار لها كم سنة كل شيء ماكو على حطتها. صراحة بالنسبة للمدينة الرياضية احنا كنا متأملين انه هاي المدينة من راح تنفتح راح تستقطب الكثير من الشباب، لأن بيها رياضة التنس، بيها رياضة كرة القدم، بيها المسابح، بيها حتى مقلع للطائرات، ساحة وميدان وغيرها وغيرها، لكن وعود مزيفة من وزارة الشباب والرياضة. يعني 300 مليار مخصص إلها، ومن سنة 2010 لحد الآن يعني ها صار 14 سنة تقريبا وما كامل بيها بس السياج. المدينة الرياضية اللي استبشرنا بها خير عام 2010، قلنا راح نخلص من الشارع، نخلص من الشاط ومسبح وهاي السوالف، فعرفنا بأن هذا هاي الوعود كاذبة، ورا 10 سنين ما سووا شيء ولحد الآن ما مسوين شيء. المدينة الرياضية بقت على حطتها، بقت مكب للنفايات، بقت متجاوزين اكو قعدوا بها، يقول لك انا ما حد يشيني، لان مهجوره، مدينه مهجوره، مدينه تتوسط مدينه محافظه واسط تنهجر. وفي نينوى قال عضو مجلس المحافظه محمد كاكائي ان الرياضه وخصوصا كره القدم تعاني الاهمال وسط خلو الموصل من ملعب على مستوى دولي، داعيا الى مزيد من الاهتمام وانشاء مدرسه رياضيه للناشئين.
محافظة نينوى هي ثاني أكبر محافظة في العراق ونسمتها تقترب من 5 ملايين نسمة، ولا توجد فيه ملعب دولي بإمكان تستضيف فيه أندية من المحافظات أو أندية دولية، حتى مع أن النادي الموصل يعني من أفضل النوادي الموجودة واللواعيب يعني حقيقة ممتازين جدا، ولكن هناك تقصير في اتجاه الرياضة بشكل عام وخاصة كرة القدم. وبالتالي مجلس محافظة يوم ندعو حكومة المحلية بأن تهتم أكثر بجانب الرياضة في محافظة، وكذلك نطالبهم أيضا بإنشاء مدرسة ناشئين من أجل تخرج الأجيال لمستقبل نادي الموصل. ناشطون وإعلاميون قالوا إن القطاع الرياضي في نينوى مهمل على الرغم من وجود لاعبين يمثلون المحافظة في المنتخب الوطني لكرة القدم. القطاع الرياضي مهمول جدا رغم الحكومات المتعاقبة إن كانت الحكومة وكذلك أيضا الوزراء، لحد هذا اليوم لم يكن هناك التفاتة جادة للقطاع الرياضي. جميع البلدان هي تنهض بالواقع الرياضي مثلما تنهض بالواقع الخدمي، لكن اليوم محافظة نينوى لحد هذه اللحظة رغم الأندية ورغم الفعاليات العدة، هناك عدد كبير من الرياضيين بجميع الفعاليات، هناك لدينا ممثلين في المنتخب العراقي، لكن لا يوجد لدينا ملعب لاستضافة الفرق الوافدة إلى محافظة نينوى. اليوم كل نينوى هي بها ملعبين، ملعب الإدارة المحلية اللي كان قبل البنت، والملعب اللي موجود بحي القاهرة. هذول الملعبين لحد الآن قيد الإنشاء، يعني إلى متى نحن اليوم يعني هذا الكلام أنا أتكلم لك عليه من 2013 2012، هاي الملاعب لحد الآن ما لم تنجز، يعني منتظرين هاي الملاعب إما تنجز. يعني ليش هذا الإهمال للواقع الرياضي؟ واليوم أكثر اللواعب اللي عايجون ميداليات واللي عايفوزون مثل لواعب التايكوندو واللواعب الفنون القتالية على بجهودهم الخاصة يروحون على الدول يجيبون ميداليات ذهبية ويجون الموصل. وبهذا تنتهي النشرة الإخبارية، شكرا لكم وإلى اللقاء.